الحديث أكثر حول انعكاسات الوضع الأمني والتوتر الأمني على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أريد أن أرحب بالخبير في شؤون الإسرائيلية الأستاذ شكيب شنان. مرحبا بك أستاذ شكيب. إذن أستاذ شكيب، الوضع الأمني لم يؤثر حتى هذه اللحظة على الانتخابات الإسرائيلية، هل يمكن أن يكون هناك تغيير أو نشهد تغيير في ظل استمرار هذه العمليات وكما ذكرنا قبل قليل توسعها إلى مناطق جديدة في الضفة الغربية؟ دعنا نقول بشكل واضح أن حكومة بنت ومن بعدها حكومة لبيد الانتقالية لم تكبل أيدي جهاز الأمن الإسرائيلي في أي تحرك، لا للشباك ولا للجيش الدفاع ولا للشرطة ولا لحرس الحدود ولا لأي جهاز أمني آخر. الحرية للجهاز الأجهزة الأمنية لمعالجة موضوع الإرهاب موجودة بشكل مطلق كاملا، ولا يوجد أي تعجيز أو أي رابط بين الانتخابات والوضع الأمني. يعني المحاولة الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية لاستغلال وضع الانتخابات وإيجاد عراقيل في عملية الرد العسكري غير موجودة. الرد العسكري يعطى بشكل كامل وكأنه لا توجد انتخابات، والانتخابات تستمر وكأنه لا يوجد تصعيد عسكري. لذلك يعني الجيش يقوم بالتعامل مع كل خطر أمني يحدق لدولة إسرائيل، والانتخابات تستمر وكأنه لا يوجد أي لكن خطر. هذا التصعيد هل سيكون أو سنشهد له تأثير مباشر على الناخب الإسرائيلي؟ لأنه كما ذكرت حتى الآن لا يوجد أي تأثير على استطلاعات الرأي. مش بس هيك، يعني للأسف فيش تأثير. نعم. يعني لأنه إذا بدنا نيجي للواقع، حكومة لبيد وحكومة بنت عالجا الوضع الأمني أفضل بكثير من العلاج الذي كان في حكومات نتنياهو الانتقالية. لو كان لذلك تأثير لكان على العكس، يعني يحاول بن غفير وغيره من اليمين الإسرائيلي أن يستغل هذه الظروف، إما بسحب سلاحه وإشهاره في أورشليم القدس أو الركض إلى ما حدث نهار أمس في كريات أربع والخليل. وفي كل مكان يحاول بن غفير وسموتريتش أن يفيقوا خلينا نقول المشاعر القومية اليهودية لدى أتباعهم لزيادة عدد وإظهار الحكومة وكأنها عاجزة عن معالجة الوضع الأمني. وفي الحقيقة يعني قراءة صامتة للحقيقة تشير أن حكومة لبيد تعالج الأمر على أتم وأحسن وجه من وجهة النظر الإسرائيلية على الأقل. طب فيما يتعلق بجهود نتنياهو المستمرة، يعني نرى بأنه جهوده مستمرة بكل قوة من أجل يعني رفع نسبة التصويت في صفوف الناخبين التقليديين لمعسكره وخاصة لحزبه حزب الليكود، برأيك هل سينجح في النهاية أو في الساعات المتبقية الأخيرة قبل الانتخابات في التأثير على الناخبين التقليديين لحزبه الذين يعني لا يريدون التصويت حتى هذه اللحظة؟ نقول بشكل واضح، نتنياهو ليس بسياسي بسيط. نتنياهو سياسي مخضرم لديه الأساليب والطرق من أجل تفييق وتحريك الساحة الموالية له، وليس صدفة هو يتربع بشكل بدون منازع على عرش اليمين الإسرائيلي. إلا أنه يدرك اليوم بشكل واضح أنه لم يستطع أن يصل على الأقل في استطلاعات الرأي العام رغم تحسين وضعه. يعني بالانتخابات الأخيرة وصل هو ومعسكره ل 52، اليوم هو ومعسكره
وصلوا تقريبا لستين، وفي إشي بيقول 60 فاصل إشي يعني، ولكن لم يصل بعد إلى 61. ولذلك يحاول في كل الأساليب والطرق وأن يبحث عن الأماكن النائمة من مؤيدي، خاصة في معسكر المتدينين المتزمتين. ليس صدفة ذهب نهار أمس إلى بني براك وحاول أن يفيق أو أن يشجع أتباعه هناك أو مؤيدي حزب يهدوت التراب وحزب شاس أن يذهبوا أكثر إلى التصويت. المعركة لا تزال مستمرة وعلى أكثر من صعيد، وليس نتنياهو وحيدا من يحاول تحريك مؤيديه. الوضع لا يزال طبقا للاستطلاعات الأخيرة وللأجواء الموجودة يعني يعاني من التوازن بين المعسكرين. وكل شيء ممكن، ولكن يجب أن نكون صريحين وواضحين لنجعل المشاهد يفهم الصورة الحقيقية. هنالك ميول إيجابية أكثر من ناحية معسكر نتنياهو، إلا أنه لم يحسم الموقف بعد. نعم، وصلت الفكرة. الخبير في الشؤون أو في الشأن الإسرائيلية الأستاذ شكيب شنان، شكرا جزيلا لك.